مشاهدينا الكرام بالختام عندي كلمة، وهاي الكلمة شوية أتمنى من المشاهد العراقي يتحمل صراحتنا. احنا ما عندنا مصلحة بقضايا قد تمرر، وإنما مصلحة الوطن والشعب أولا. ما أثير جدلا في الأوساط السياسية، أنا دائما أقول الحكومات وبعض الجهات عندما تحرج بملفات خطيرة مثل ملف المياه وغيره، اللي الحكومة والبرلمان صمت كصمت القبور، تبحث عن إشعال بالونات احنا نسميها بالإعلام فن الإلهاء حتى يلتهي المجتمع. شلون لهونا بالهابط خذ لفترة، وبعدين لهونا بكثير قضايا، الآن هسه لهونا بقضية حظر الخمور المشروبات الكحولية. بس للمعلومات وللتذكير للشعب العراقي، وأنا هنا أتحدث للشعب العراقي بشكل مباشر، إخوان الآن أني أتحدى تحدي الهيئة العامة للجمارك وهيئة الضرائب والمنافذ الحدودية أن يأتوني بخلال 20 سنة إيش قد الإيرادات المتحققة من الضريبة 200 و300% على المشروبات الكحولية. وأنا أقول أمام الرأي العام العراقي الإيرادات صفر على الشمال، ماكو ضريبة على المشروبات الكحولية اللي موجودة بالمخازن والمحلات والملاهي والنوادي الليلية والفنادق بالآلاف. ليش؟ لأنها تدخل تهريب عبر متنفذين وأحزاب متنفذة لها ضلع بهذا الأمر. 2، قانون إيرادات البلديات اللي حشكتوا به المادة 14 اللي تعنى بحظر الخمور المشروبات الكحولية، وياها أكو نقطتين ما ثارها الإعلام. واحدة من عندهن فرض 10% على بطاقات اليانصيب بقاعات الدنبضة، يعني شنو؟ مراهنات وقمار. فرض 10% على الملاهي والبارات وصالات الروليت والقمار وإلى آخره، يعني الحكومة أو البرلمان يريد يجبي من القمار والرهانات وغيرها ويحظر الخمور. هسا انتو مننا مننا ما افتهمنا، القضية اسلامية، القضية بيها فلوس بيها تهريب، ما عرفنا. فصار المواطن العراقي على الاقل احنا ننقل رسالتكم بالاعلام والصحافة حتى تكون رسالة حقيقية. القصة الاكبر ستتحول اقليم كردستان، لان هذا واتحدى السيد رئيس الوزراء او الجهات الرقابية ان تفرض حظر الخمور في اقليم كردستان، بل سيأتي الخمور وغيرها بالآلاف العجلات المحملة إلى بغداد مهربة من الإقليم، فراح تفتحوننا مرتع كبير جدا للإقليم وشجعون السياحة بالإقليم، لأن الإقليم ما تعترف بقضية حظر الخمور، ولدنا راح يروحون هناك. القضية الأخطر، أكو تهريب خطير للنفط الخام وتهريب للسكراب والآن تهريب للمشروبات الكحولية. الخطير الأكبر الثاني، إذا كان حظر الخمور قرار استراتيجي أنا معه وأصفق، لكن هل يستطيع رئيس الوزراء والجهات المعنية يقول لي ما معنى أن تفتح تعطي إجازة لبيع المشروبات الكحولية 1000 إجازة، وما معنى أن تحول مناطق بغداد العاصمة بقلب المدينة الكرادة وغيرها إلى مراكز صالات قمار ورهان وقمار ونوادي ليلية بالآلاف وكلهم فتحة بيع هاي المشروبات الكحولية؟ منو ينطيهم إجازات ويفرض أتاوات عليهم ومفتحها؟ هل المواطن الفقير مفتح ذني النوادي لو جهات متنفذة؟ أتمنى إذا أنت تحضر منا احضر لي هاي الدكاكين اللي تودي ولدنا بكارثة. الآن صالات القمار اللي صايرة بين شارع وشارع هي والروليت والدنبلة، ناهيكم عن النوادي الليلية والتحيات اللي ترفع بالمحروقة وغير المحروقة بأسماء وعناوين أحزاب وشخصيات. فإن شاء الله تصل الرسالة والتهريب مفتوح. السلام عليكم.